حياكم الله مجددا مشاهدينا ومستمعينا الكرام. بنعرضكم الحين بعض التقارير اللي انعرضت لكم خلال الأسبوع اللي احنا فيه، ونبقى مع الصحة والوقاية، إذ حددت وزارة الأعمال ساعات العمل التي يحظر فيها تشغيل العمال تحت أشعة الشمس، وهي من الساعة 12 الظهر إلى الساعة 3 العصر، وذلك خلال منتصف شهر يونيو إلى منتصف شهر سبتمبر. نعم، وللمزيد حول مخاطر العمل تحت أشعة الشمس نتوقف مع هذا التقرير. كثيرة هي المهن التي تتطلب من العاملين بها البقاء تحت أشعة الشمس لساعات طويلة، مما يعرضهم لمخاطر صحية مختلفة. ومن بين تلك المخاطر إصابة الشخص بحروق جلدية أو الطفح الجلدي، بالإضافة إلى التجاعيد والشيخوخة المبكرة وأمراض العين. ومن بين المخاطر الأكثر شيوعاً على الأشخاص المعرضين لأشعة الشمس هي الإصابة بضربة الشمس نتيجة لارتفاع حرارة الجو بشكل مستمر دون أن يتخلل ذلك أوقات تنخفض فيها حرارة الجو، فغالباً ما تحدث ضربة الشمس وتتطور بشكل سريع، وفي معظم الحالات فإن فقدان الوعي بصورة مفاجئة هو من أولى العلامات، حيث يهبط ضغط الدم ويصبح النبض ضعيفاً، فضلاً عن شعور المصاب بالصداع بالإضافة إلى ارتفاع في حرارة الجسم. أما عملية الإسعاف الأولية للمصاب فتكون بنقله إلى مكان بارد والعمل على تبريد جسمه برشه بالماء ومراقبة حرارته باستمرار، وبالطبع نقله إلى أقرب مستشفى أو طبيب للإطمئنان على حالته الصحية. وتظل الوقاية خير سبيل لتجنب الإصابة بضربة الشمس كعدم التعرض لأشعتها، خاصة في أوقات الظهيرة، ووضع قبعة على الرأس بشكل دائم، إضافة إلى تناول المياه بشكل مستمر وأخذ وجبات صحية تكون نسبة الأملاح والسوائل فيها عالية. شاركت قطر في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التدخين من خلال إقامة العديد من الفعاليات. فقد احتفلت الجمعية القطرية للسرطان باليوم العالمي لمكافحة التدخين عبر فعالية توعوية تحت شعار نحن نتشارك نفس الهواء، شكرا لعدم التدخين. نحو 6 ملايين شخص حول العالم يموتون سنوياً بسبب التدخين، كما أنه يعتبر من أكثر العوامل المسببة للسرطان. ويأتي تخليد الجمعية القطرية للسرطان لليوم العالمي لمكافحة التدخين في إطار المساهمة الفعالة في توعية فئات المجتمع المحلي بمخاطر هذه الظاهرة وأضرارها الصحية على المجتمع والأفراد بشكل عام، بالإضافة إلى توعية من سرطان الرئة والمشاكل الصحية الخطيرة التي يسببها التدخين بنوعيه المباشر والسلبي. الفعالية التي حملت شعار نحن نتشارك الهواء نفسه شكراً لعدم التدخين تضمنت توزيع المطويات الخاصة بالتدخين ومخاطره وطرق الإقلاع عنه، بالإضافة لعرض فيلم توضيحي يبين أخطار التدخين وآثاره على الصحة. كما تضمنت الفعالية إجراء فحوصات طبية مجانية للجمهور والإجابة عن استفساراتهم حول هذا الموضوع من قبل طاقم التثقيف الصحي بالجمعية وبعض المتطوعين. يذكر أن الجمعية القطرية للسرطان التي تأسست عام 1997 تهدف إلى التوعية الشاملة بمرض السرطان وكيفية الوقاية منه.
افتتح سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة الثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني حفل تكريم المدارس الفائزة في برنامج المرحلة الابتدائية إعادة تدوير. افتتح سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة الثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني حفل تكريم المدارس الفائزة في برنامج إعادة تدوير للمرحلة الابتدائية. ومن أهم أهداف البرنامج هو رفع الوعي الصحي للطلاب وترسيخ ثقافة إعادة استخدام المخلفات وحثهم على نقل التجربة إلى الآخرين. لله الحمد، من 2009 بدأ هذا البرنامج، وكان الهدف منه إدخال إعادة التدوير إلى المدارس. الحمد لله رب العالمين، بجهود اللي موجودين وبجهود الفريق العمل استطعنا الحمد لله أن نمشي في هذا المشروع لمدة 6 سنوات. السنة هذه بإذن الله تعالى بنكون في المدارس الإعدادية إن شاء الله. الهدف أن ننشئ جيل قادر على إعادة التدوير وعنده فكر إعادة التدوير، وإن شاء الله من خلال الوزارة وبتعاون الجميع نستطيع أن نقوم بذلك. بدأ هذا البرنامج في عام 2009، بدأ طبعا كمشروع تجريبي بسيط، أخذنا أكثر من شريحة مختلفة من المجتمع، من سواء كانت اللي حدائق، مدارس، مواقع عامة، مواقع تجارية، فبالتالي تم توزيع الحاويات لدراسة الموضوع وتقييمه من ناحية مدى استجابة الجمهور للشرائح المختلفة لهذا البرنامج. عدد المدارس اللي تم استهدافها 87 مدرسة، كانت النتيجة إيجابية بشكل كبير، وحققنا طبعاً اللي هو الهدف اللي إحنا نسعى إليه اللي هو فصل المخلفات من المصدر. اليوم جيت عشان حفل التكريم، الحمد لله حمد خذي الأول، جيت عشان نعلم أخواننا كيف نحافظ على بلدنا من التلوث، وسوينا قمامات عن الأمونيوم والزجاج والأوراق، الأوراق عشان نعيد تدويرها، مثلاً انكسرت زجاجة نشق ألمنيوم نعيد تدويرها، نستغل الأشياء الذي في القمامة نعيد تدويرها، نعيد صناعتها. كما أن للبرنامج دور هام في المحافظة على نظافة البيئة والاستفادة من إعادة استخدام المخلفات القابلة للتدوير وعدم استنزاف الموارد الطبيعية. وصلنا مشاهدينا نهاية هذه الحلقة من برنامجكم ترحيب، وبعد الحلقة إن شاء الله ترقبوا بعد ترحيب سلسلة من الحلقات الخاصة اللي تأخذنا في رحلة استكشافية نتعرف على المزيد من معالم وثروات دولة قطر في تمام الساعة 8:30. كما تشاهدون برنامج الدوحة في تمام الساعة 10 مع الفريق المميز فريق ريان الساعة 10 إن شاء الله. الله يوفقنا إن شاء الله ويوفق أخوانا المشاركين في الفرق الثانية. نعم، مشاهدين ناصر إن شاء الله. إن شاء الله ترى الليلة فريق ريان فيه تقارير جديدة وفيه أشياء مميزة، تابعوا وإن شاء الله ما تشوفون لا كل شيء فيه خير بإذن الله تعالى. لأي اقتراحات واستفسارات وللتواصل مع فريق عمل ترحيب يمكنكم متابعتنا والمشاركة عن طريق تويتر من خلال هاشتاغ برنامج ترحيب أو عبر الانستغرام ريان تي في. نرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم، فما الله. مع السلامة.